مباشرا تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أن آخذه، ووالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سرية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. وفي رواية أخرى: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى برد لعابه أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى أني لأجد برد لسانه على يدي، فقال: أوجعتني أوجعتني، فتركته. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مر علي الخبيث فأخذته فخنقته خنقا شديدا حتى قال: أوجعتني. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بمكة، فجاء إبليس فأراد أن يطأ عنقه، فلفحه جبريل عليه السلام بجناحه لفحة فما استقرت قدماه حتى بلغ الأردن. وروى مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة نار، كلما التفت رأيته. فقال جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن فتطفئ شعلته ويخر فيه؟ قلت: بلى. فقال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما غرق في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. بين في الحديث الأول الاستعاذة من الشيطان ولعنه بلعنة الله، ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وبين في الحديث الثاني أن مد اليد إليه كان لخنق، لقوله صلى الله عليه وسلم: دفعته، وهذا دفع لعداوته بالفعل، وفيه الخنق، وبه اندفعت عداوته فرده الله خاسئا. وأما الزيادة وهي ربطه إلى السارية، وهو من باب التصرف الملكي الذي تركه. وأما الزيادة وهي ربطه إلى السارية، وهو من باب التصرف الملكي الذي تركه لسليمان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم
كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس، تصرف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله تعالى وطاعته، لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكي، فإنه كان عبدا رسولا، وسليمان نبي ملك، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك، كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. والدليل على أن العبد الرسول أفضل من النبي الملك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، ولا يختار لنفسه إلا ما هو الأفضل في نفس الأمر. وقوله فما زلت أخنقه حتى برد لعابه، وقوله حتى وجدت برد لسانه على يدي، فهذا فعله في الصلاة، وهو مما احتج به العلماء على جواز مثل هذا في الصلاة، وهو كدفع المار وقتل الأسودين، والصلاة حالة السابقة. وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي، هل يقطع الصلاة على قولين هما قولان في مذهب أحمد؟